فرنسا تحبس أنفاسها في انتظار موجة جديدة من تظاهرات السترات الصفراء. الحكومة أعلنت أنها ستنشر عشرات الآلاف من رجال الشرطة في باريس ومدن أخرى، بالإضافة إلى تأكيد وزير الداخلية الفرنسي بأنه لن يسمح بتكرار ما وقع السبت الماضي، حيث عادت المتاريس ذات الدلالة التاريخية الكبرى لتفرض نفسها على باريس وميادينها الأنيقة. فهل ينجو ماكرون بنهجه السياسي من هذه الأزمة؟ وهل ستظل الاحتجاجات محصورة في حدود فرنسا؟ أم أن العدوى قد تنتقل إلى دول أخرى في القارة العجوز؟ تنتظر باريس غدها لا مقاهي عامرة ولا متاجر، وجادة الشانزليزيه الشهيرة ستخلو إلا من السترات الصفراء. أما برج إيفل فسيكون شاهدا على إحدى أضخم التظاهرات التي تعد بها الحركة الاحتجاجية. استباقا استعدت الحكومة نحو 90,000 شرطي وعربات مدرعة ستكون حاضرة في باريس وغيرها من المدن. استعدت الحكومة على الرغم من الغضب الشعبي من التعامل الأمني مع الاحتجاجات، واستعدت أيضا على وقع محاولات رئيس الوزراء إدوار فيليب سحب فتيل التوتر عبر وعود جديدة شملت هذه المرة استعدادا لإقرار تدابير لتحسين الأجور المتدنية والبحث في إعادة فرض الضريبة على الثروة. كل هذه الوعود لا يبدو أنها ستسني الشارع، حتى إيمانويل ماكرون سينتظر ليعلن الأسبوع المقبل موقفه، موقف لا يحسد عليه بطبيعة الحال، خصوصا أن الخيارات أمام الرجل بدأت تقل. دعوة ماكرون إلى الهدوء قد تكون محاولة أخيرة بعد أن كبرت كرة ثلج الاحتجاجات، كرة ثلج قد تطيح بماكرون أو بالحد الأدنى بحكومته بعد أن بات مستقبله السياسي على المحك. الموعد في باريس، الكل يستعد، الحكومة لضبط الأمن والسترات الصفراء لتأكيد موقفها وأن الحركة مستمرة وبزخم أكبر. ومن باريس ينضم إلينا الصحفي محمد الخضيري. مساء الخير أستاذ محمد، يعني كيف تبدو باريس وما يدينها هذه الليلة استعدادا ليوم غد؟ الأجواء متوترة جدا في باريس، هناك تخوف سواء لدى السكان أو السلطات من أن تتحول مسيرة غد إلى مواجهات عنيفة كما شهدنا في السبت الماضي. السلطات بطبيعة الحال استعدت لها وغيرت من تكتيك واستراتيجية المقاربة الأمنية. هناك انتقال من الوحدات الثابتة للأمن إلى وحدات متنقلة ستكون على احتكاك أكبر بالمتظاهرين للحد يعني أو للحد من أعمال العنف المرتقبة والتي يتخوف منها بشكل كبير الحكومة والسلطات عموما. هل قد نشهد ربما نزول أيضا وحدات الجيش الفرنسي إلى شوارع باريس؟ بالنسبة إلى نزول الجيش كانت هناك مطالب من نقابات رجال الأمن لكن لم يحدث ذلك. ما أعلن عنه هو النزول الدرك 60,000 عنصر من الدرك إلى جانب عناصر الشرطة، ما سيشكل حوالي 90,000 رجل أمن ما بين درك وشرطة في ربع فرنسا، بينما سيشارك 8,000 رجل أمن في باريس للحد يعني من أعمال العنف كما قلت سابقا. الملاحظ أنه سيتم إنزال أيضا مدرعات وهذه يعني سابقة لم تحدث منذ سنوات بخصوص مظاهرات أو احتجاجات شعبية. شكرا لك الزميل الصحفي محمد الخضيري، كنت معنا من باريس. أيضا شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة، تحياتي وتحيات فريق العمل، إلى اللقاء.